هل ماكدونالدز للاغنياء بس؟ تعرف انك تقدر تطلب بيج ماك كومبو تشيكن ماكدو وساندي ب 50 جنيه بس؟ الكولا خلصت، هنجرب حاجه دلوقتي مع بعض، تعالوا معايا. ماكدونالدز او زي ما بنقول عليه ماك، طبعا هو غني عن التعريف ومش محتاج اقول لكم ان هو من اشهر مطاعم الفاست فود وانه اسرع دليفري في مصر والكلام ده، والحد هنا جميل. بس في مشكله، ناس كتير عندها فوبيا من ماكدونالدز بسبب انه وقع تحت بند الاماكن ذات الثراء الفاحش، وبتحس انك توم كروز في احد مهامه المستحيله عشان تعمل اوردر، ده غير انك بتشوف سعر وبتدفع سعر تاني خالص، وكمواطنين عاديين بنحس ان هو غالي سيكا، ورغم اننا بنحبه بس مش بندخله كتير. بس في الفيديو ده هقول لك المفروض تعمل ايه عشان تتجنب الاخطاء وازاي تقدر تستفيد اقصى استفاده في كل مره تزوره فيها. يلا بينا. اولا تدخل وتفتح واي فاي ماكدونالدز. السلام عليكم. بس ثواني، هو مش هتروح تقول لهم عايز باسورد الواي فاي؟ لا، هو الموضوع هنا متطور شويه، انك هتلاقي الشبكه مفتوحه عادي، بس لما تدخل عليها يفتح لك صفحه كده تدخل فيها شويه بيانات وهيجي لك كود على رقم التليفون اللي انت سجلت بيه، واول ما تكتب الارقام الواي فاي هيفتح معاك. بس كده. ودلوقتي هنطلب بيج ماك وتشيكن ماجدو وكولا وبطاطس ونحلي بساندي ب 50 جنيه بس. 51 جنيه عشان المصداقيه. والموضوع سهل جدا ومش محتاج فانوس سحري. كل اللي محتاجه منك انك تنزل ابلكيشن ماك السحري. المهم بعد ما تنزله تعمل اكونت عليه وتفتحه هتلاقيه بالشكل ده. هتدخل على المفاجآت اللي مستنيانا وهتلاقي عروض حلوه فشخ، بس ده اهمهم يعني. هندخل على العرض اللي احنا عايزينه، مش هندوس على اي حاجه. ودلوقتي وصلنا للمرحله المهمه، انك تروح للكاشير وتطلب الاوردر. وطبعا كالعاده اهم حاجه الثقه، انت تدخل على الكاشير وتقول له لو سمحت شاور لي بصبعك كده انا عايز ده. طب يا فندم تحب؟ لا شكرا انا عايز ده. طب يا فندم انا عايز ده. طب يهديك يرضيك يا فندم لو سمحت. تمام انا عايز ده زي ما هو كده. واه نسيت اقول لك، ممكن تطلب ماك تشيكن بدل البيج ماك، بس هيبقى ماك تشيكن مش تشيكن ماك. برضو عاوز ايه؟ يعني من الاخر هيبقى فراخ بس قطعه واحده مش اتنين، وممكن تطلب تشيز برجر بدل التشيكن ماجدو، يعني اللي انت عايزه. بعد ما تطلب وتديله الفلوس هيديك الريسيت وهيديك رقم، ايوه هو ده، وتحطه على الترابيزه اللي انت تقعد عليها والاكل هيجي لك لحد عندك. استمتع. طيب كلت الحمد لله، عايزين نحلي بالصندي بقى. هترجع تاني للابلكيشن، وكل ما في الموضوع انك هتعمل ريت للخدمه وهتاخد في المقابل صندي، تقيم المطعم والخدمه والكلام ده. وطبعا عشان ده الفرع المقرب لقلبي ولسه مجددينه، فانا هديله اجمد حاجه في كل حاجه. وهوبا ولا 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 بقى معانا صندي في الابلكيشن، تقدر تاخده وانت بتطلب اي كومبو. وبالنسبه لانه جالي مع الاكل فده بسبب ان كان معايا صندي قبل كده. وبالنسبه بقى لموضوع الاسعار، فماك عمل حركه صايعه فشخ، ان الاسعار بقت شامله ضريبه القيمه المضافه، يعني اللي هتشوفه على المنيو هو اللي هتدفعه من غير خبايا وحوارات. بس خلي بالك من اضافاتك برضه. الكولا خلصت، هنجرب حاجه دلوقتي مع بعض، تعالوا معايا. حطك عايز اعمل الكولا دي. بص، هو بصراحه ماكدونالدز ما فيهوش ريفيل، بس انا كنت بجرب. بس عشان ماكدونالدز يهمها سعاده عملائها فعلا، عملوا ريفيل ببلاش، اللي هو يلا عشان ما تزعلش. وبالنسبه لي ده العادي من ماك، يعني مش هنسى يوم عيد ميلادي اللي فات لما ادوني ماك فلوري مجانا. وبعد ما تاكل من الذوق، انك لما تيجي قايم تاخد اكلك معاك وترميه. عايز كده تخلصوا من فوبيا ماكدونالدز، وبعد كده لما نيجي ناكل فيه نستغله أسوأ استغلال. أشوفكم الفيديو الجاي. هب هب ها.